بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد أمجد من سولفر تو بي. إن شاء الله اليوم رح أشرح عن Problem Data Structures Exam من مسابقة كودينج ماراثون من جامعة الأميرة سمية 2017. في هذه البروبلم بيحكي لي إنه هذا عبارة عن أسبوع امتحانات في جامعة الأميرة سمية، والدكتور سفيان في عنده مشكلة كبيرة. المشكلة هذه إنه الروم أو الغرفة المخصصة لعقد امتحان الداتا ستراكشر أصبحت غير متاحة، والغرفة الوحيدة المتاحة هي غرفة الاجتماعات. وزي ما بنعرف انه غرفة الاجتماعات فيها بيكون فقط طاولة كبيرة دائرية موجود حواليها مجموعة من الكراسي او مجموعة من المقاعد. فبهذا البروبلم بيحكي لك انه هذه الميتينج روم او غرفة الاجتماعات موجود فيها بتحتوي على طاولة دائرية كبيرة، بحيث انه هذه الطاولة بتحتوي على مجموعة من المقاعد او ان من المقاعد، بحيث انه كل مقعد مرقم من 1 الى n، كل مقعد مرقم مثلا الى واحد من 1 الى n او من 1 الى n، والان اللي هو بيمثل عندي او الان بيمثل عندي اللي هو عدد المقاعد. فمثلا من 1 الى 10 مثلا، او from 1 to 8 مثلا على سبيل المثال. طيب يحكي في هذه البروبلم ان الدكتور سفيان بيكره الغش، وبهذا الصف او بهذا الكلاس في عندي مجموعه من الستيودنت او ان ستيودنت بيعرفوا بالغش، وفي كل امتحان بيقوموا فيه، وبكل امتحان بيقوموا بعملية الغش. طيب هو بيعرف مجموعة من الطلاب هم عبارة عن اصدقاء موجودين بالصف بيحبوا انهم ايش ماله، يعني انه بيحكي لي انه الدكتور سفيان بيعرف انه في عنده مجموعة من الاصدقاء موجودين بالصف بيحبوا انهم ينسخوا اجابات بعض، يعني بمعنى اخر يقوموا بعملية الغش. بيحكي لك مع ذلك إذا كان في عندي two friends، صديقين موجودين عندي، وكان عدد المقاعد أو عدد الطلاب بين هذول الصديقين من كلا الطرفين هو even numbers، يعني عدد الطلاب اللي موجودين بين الصديقين من كلا الطرفين هم عدد زوجي من الطلاب، بهذه الحالة ما بيستطيعوا أنهم يغشوا. يعني لو جيت أوضح هذا الكلام بمثال، على سبيل المثال عندي الطالب جالس في المقعد الأول وطالب جالس في المقعد الخامس. بهذه الحالة أنا شو اللي بقصده من كلا الطرفين؟ إنه أنا زي ما شايف في بين الطالب 1 اللي جالس على المقعد الأول واللي جالس على المقعد الثاني مجموعة من الطلاب على يمينهم ويسارهم، يعني مجموعة من الطلاب موجودين هون ومجموعة من الطلاب موجودين هون من كلا الطرفين. طيب بيحكي لك في هذه البروبلم إذا كان بين صديق والثاني، بين كان اي صديقين، واحنا بنعرف انه هو بس بده يعمل تشيك على الطالبين اللي بينهم علاقة صداقة. اذا كان بيناتهم علاقة صداقة معناته هم ايش ماله بدهم يغشوا وينسخوا اجابات بعض في الامتحان. هو بيحكي لك في حالة انه كان بين هذول الصديقين من كلا الطرفين عدد زوجي من الطلاب ما بيستطيعوا انهم يغشوا. يعني لو كان في عندي مثلا بين الواحد والاربعة، خليني اعمل مثال، واحد واربعة العدد الطالب اللي جالس في المقعد الأول والطالب اللي جالس في المقعد الرابع بيناتهم إيش؟ علاقة صداقة. بالتالي بما أنه بينهم علاقة صداقة فأنا بدي أكون إيش ماله، أعرف هل ممكن يغشوا أو لا. إذا ما كان في بينهم ما رح أشيك، لأنه أصلا مش أصدقاء وبالتالي ما رح يغشوا من بعض. ولكن أي اثنين بينهم أي علاقة صداقة أنا بدي أشيك هل عدد المقاعد أو عدد الطلاب اللي موجودين بين هدول الصديقين من كلا الطرفين هل هم عدد زوجي من الطلاب؟ يعني لازم يكون من الطرف الأول عدد زوجي ومن الطرف الثاني عدد زوجي. إذا كان واحد من الأطراف مش عدد زوجي من الطلاب موجود بيناتهم، يعني بمعنى آخر احنا حكينا إنه إذا كان الطرف الأول والطرف الثاني، الطرف الأول موجود فيه بين هذول الصديقين عدد زوجي من الطلاب والطرف الثاني موجود فيه عدد زوجي من الطلاب، بهذه الحالة ما بيستطيعون أن يغشوا. ولكن لو كان طرف أو الطرفين مع بعض مش عدد زوجي من الطلاب، بهذه الحالة بيستطيعون انهم يغشوا. خليني اشوف على سبيل المثال الطالب اللي جالس في المقعد الاول والطالب اللي جالس في المقعد الرابع بينهم علاقة صداقة، وبالتالي انا هون بدي اشيك بدي اعرف هل ممكن يغشوا في الامتحان او لا. مش ممكن يغشوا اذا كان بيناتهم من اول طرف عدد زوجي من الطلاب وبيناتهم من ثاني طرف ايضا عدد زوجي من الطلاب. طيب بين الطالب اللي جالس في المقعد الأول وبين الطالب اللي جالس في المقعد الرابع من الدايركشن الأول أو من الاتجاه الأول، زي ما أنا شايف إنه في عندي طالبين جالسين بيناتهم، واحد جالس في المقعد الثاني وواحد جالس في المقعد الثالث، وبالتالي هو عدد زوجي. أيضا بهذه الحالة بدي أشيك على الدايركشن الثاني، على الطرف الثاني أو على الاتجاه الثاني، هل
عدد الطلاب من الطرف الثاني برضه هم عدد زوجي من الطلاب، زي ما انا ملاحظ 4 طلاب موجودين بين الطالب اللي جالس في المقعد الاول والطالب اللي جالس في المقعد الرابع. بهذه الحالة ما بيستطيعوا انهم يغشوا. طب لو شفت المثال هذا بين واحد وبين الطالب اللي جالس في المقعد الاول والطالب اللي جالس في المقعد الخامس، من الطرف هذا موجود في عندي 3 طلاب، معناته هو عدد فردي. لو كان من الطرف الآخر موجود عندي عدد زوجي، ولكن في واحد من الأطراف موجود في عدد فردي، وبالتالي بإمكانهم يغشوا. طيب لو ما كان موجود بيناتهم عدد من الطلاب، يعني كان بين الأول وبين الثاني بأول دايركشن ما في مجموعة من الطلاب بيناتهم، بهذه الحالة ما بيستطيعوا أنهم يغشوا. ليش؟ لأنه أنا بعتبر أنه زيرو سيت، أو بمعنى آخر أنه زيرو سيتس اللي هو زيرو عدد المقاعد يعني ايفن، والايفن حكينا انه اذا كان من كلا الطرفين ايفن ما بيستطيعوا انهم يغشوا. طيب خليني اشرح الانبوت. بالانبوت زي ما انا شايف في عندي الفيرست لاين بتكون من تو انتجرز ان وام. ان بيمثل عندي عدد الطلاب، او يعني عدد المقاعد على عدد الطلاب راح يكونوا، والام بتمثل عندي عدد العلاقات بين هذول الطلاب، فمثلا الطالب الثاني والطالب الرابع بينهم عملية صداقة، على بينهم علاقة صداقة. طيب النكس لاينز بمثل عندي ان سيبريتد انتجرز، بحيث انه كل انتجر بتمثل عندي الاي دي للطالب، يعني الطالب الرابع جالس في المقعد الاول، الطالب الثاني جالس في المقعد الثاني، الطالب الاول جالس في المقعد الثالث، الطالب الثالث جالس في المقعد الرابع. طيب زي ما ذكرت انا النكس ام لاينز عندي بتمثل اللي هي انه A و B، بحيث انه يعني بمعنى اخر انه في بين الصديق بين الطالب A والطالب B بيناتهم علاقة صداقة، وانا عند كل علاقة صداقة بدي اشيك هل ممكن يغشوا او مش ممكن انهم يغشوا. طيب خليني اكتب كود حل هذه البروبلم. في البداية بدي ادخل عندي N اللي هو عدد الطلاب او عدد المقاعد، يعني بمعنى اخر N بتمثل عندي عدد الريليشنز بتوين الستودنتس. طبعا هون بحتاج اني اعرف اري. بهذا الاري انا عند الاندكس، الاندكس هو ايش بيمثل عندي؟ الاندكس بيمثل عندي الاي دي للطالب، والقيمه اللي بدي اخزنها بالاندكس بتمثل عندي شو رقم المقعد اللي هو جالس عليه. طيب فانا حجم الاري بحجم عدد الطلاب اكيد، ولكن بدي ازيده ببلس 1 لانه انا عندي مثلا الطالب الاول، وانا عندي الاري بتبلش مثلا من الاندكس 0، فلا يعني مثلا على سبيل المثال لو عندي 6 طلاب الاري عندي هون راح تبلش من 0 ل 5. طب الطالب السادس في هذه الحالة ممكن تطرح 1، ولكن انا بدي ازيد حجم الاري بمقدار 1 عشان ما يصير في اي كونفليكت او اي مشاكل عندنا بالكود هسه. طيب وعن طريق الفور لوب الان بدي ادخل الان انتجرز، بحيث انه بجزء الانشاليزيشن تعرف فاريبل من نوع انتجر قيمته 0، الاي ليس ذان بجزء الكونديشن ليس ذان الان، وبالاكسبريشن اتريشن بدي اعمل انكريمنت للاي بحيث انه كل مره اروح على الاندكس اللي بعديه اند سو. طيب هون القيمه اللي راح ادخلها في البدايه اللي هي الاي دي، زي ما ذكرت الاي دي للستودنت، لان بهذه الحاله انا ذكرت انه الاي دي هو الاندكس، يعني الاندكس بالاري هو راح يكون يمثل الاي دي للستودنت، فراح احكي اكس اوف اي دي بتساوي عندي، طبعا هون لازم ابلش اللوب من 1 الى اقل او تساوي ان، لان زي ما ذكرت من 0 ل ان ماينس 1 ان بلس 1، فهون راح ابلش من 0 ل ان تقريبا راح يكون حجم الاري، وبالتالي لو بلشت من 1 ل ان ما في اي مشكله. طبعا راح احكي اكس اوف اي دي بيساوي الاي، يعني الطالب اللي الاي دي مثلا له 4 مثلا راح يكون ايش ماله جالس في المقعد اي على سبيل المثال. طيب بهذه الحالة أنا الآن بدي اللاينز، مجموعة M lines اللي هي مجموعة ايش ماله العلاقات، وبين كل علاقة بدي أشيك بين علاقة الصداقة بين أي طالبين، بدي أشيك هل ممكن يغشوا أو لا، فبحتاج إني أعرف كاونتر خارج اللوب لحتى إنه أعرف كم عدد الأصدقاء اللي ممكن إنهم يغشوا. طيب while M minus minus less than greater than zero لحتى إنه أعرف ايش ماله انا اعرف في كل مره بده يدخل عندي عدد تو انتجرز اللي هم A و B، بحيث انه A الطالب A والطالب B في بيناتهم علاقه صداقه، فهون بدي اعرف فاريبل انه انتجر A و B. طيب هاي انا هون ادخلت الصديقين واللي بينهم علاقه. الان في هذه الحاله انا بدي اعرف، بدي اشوف بالنسبه للطالب A وين المقعد اللي جالس عليه، فبعرف
باخذ القيمه اللي هو المقعد اللي جالس فيه من الاري وبخزنه بالفاريبل سي، ونفس الشيء بالنسبه لدي بالنسبه للطالب بي. طيب بهذه الحاله انا بدي اشيك الان على التو دايركشن. بالنسبه للدايركشن الاول انا كيف ممكن اعرف يعني بين 1 و4 كيف بدي اعرف عدد الطلاب بالدايركشن هذا اللي موجودين بيناتهم؟ يعني لو طرحت 4 ناقص 1 راح يعطيني 3، يعني بمعنى اخر لو انت الطالب A و B، A جالس في المقعد الاول و B جالس في المقعد الرابع. بهذه الحاله انت ايش بدك تعمل؟ بدك تشوف عدد الطلاب اللي جالسين بيناتهم. الان بين 1 و4 لو طرحت 4 ناقص 1 راح يعطيك 3. طب هل هو عدد الطلاب بين الواحد والأربعة هم 3 طلاب؟ لا، فعليا طالبين. فبطرح القيمة الناتجة معي بمقدار 1، الناتج من هذه العملية بيكون عندي بمثل عدد الطلاب اللي جالسين بين A و B. فمثلا زي ما ذكرت 1 و4، 4 ناقص 1 3، -1 2، 2 بيمثل عندي عدد الطلاب بين A و B. فإذا هذا اللي راح أعمله. ولكن انتبه، لو كان معطيك إنه A 4 و B 1 بهذه الحالة راح تحكي لو كان معطيك A 4 و B 1 بهذا الحال راح تطرح 1 من 4 وراح تصير في عندك إيش ماله مشاكل. يعني بمعنى آخر أنا هون معرف ال C وال D اللي هم اللوكيشن، أوكي اللوكيشن تبعهم. لأن لنفترض إنه C كانت إيش ماله C كانت انا في كل مره راح اطرح ايش ماله السي بتمثل عندي اللوكيشن. يعني حكيت بين الطالب A و B، ولكن رقم المقعد اللي جالس فيهم كل واحد خزنته بسي بالنسبه لA وبدي بالنسبه لبي. لو خزنت بسي انت الان بتحكي راح تطرح 4 ناقص 1، على افتراض يعني انه هذا الواحد راح اكون انا ايش ماله اللوكيشن للمقعد مخزنه بسي، واللوكيشن لاربعه راح اكون مخزنه في دي. طيب راح تحكي دي ناقص ايش ماله سي ماينس 1. طب لو كان عندك العكس، يعني لو كان هنا هذه الدي وهذه السي، راح تحكي ايش ماله 1 ناقص 4 سالب 3 و -1 سالب 4، وبالتالي الجواب هيك غلط. وبالتالي الحل انك تاخذ الفرق الديفرنس بيناتهم وتاخذ له الابسوليوت، يعني بين الواحد والاربعه راح يعطيك -3، الابسوليوت لهم 3، -1 الاجابه 2. فبدي اعرف هون فاريبل عندي بيمثل الدايركشن الاول، دايركشن 1 بتمثل عندي اللي هو بدي اخذ الابسوليوت زي ما ذكرت، لا اللي هو في البداية راح اخذ اللي هي D minus C minus 1. اوكي هذا هي انا هيك بكون شيكت على الدايركشن الاول. طب لو ما كان في بين الاثنين والواحد، الان لو جيت اشوف 2 minus 1 راح يعطيك الاجابة 1، -1 0، والزيرو هو ايش مالها ايفن، وبالتالي ما بيستطيعوا من الجزء الاول. انا بكون هيك ايش ماله من الجزء هذا ايفن، بضل علي اني اشيك من الجزء الثاني على سبيل المثال. طيب خليني اشوف الدايركشن الثاني. الدايركشن الثاني كيف ممكن اني اطلعه؟ الدايركشن الثاني ممكن اني اطلعه اني اخذ بين المينيمم، بين مثلا لو كان عندي 2 و4 وبدي اعرف عدد المقاعد بنات ال A و B، A بتساوي 2 مثلا، يعني C خزنت فيها 2 و D تخزن فيها 4، يعني الطالب A جالس في المقعد الثاني والطالب B جالس في المقعد الرابع وعدد المقاعد بيناتهم 3. طب انا في هذه الحالة كيف ممكن اني اعرف اوكي كيف ممكن اني اعرف عدد الطلاب اللي على الطرف الثاني؟ ممكن اعرفه بكل بساطة انه اخذ في البداية 2 اللي هم عدد الاثنين بتمثل اي علاقة فيها 2، فبالتالي عندي مقعدين محجوزات. طيب كم عدد المقاعد بيناتهم؟ على سبيل المثال الفرق بيناتهم زي ما أخذته في العملية الماضية، الفرق -1 بيكون عدد المقاعد بيناتهم. عدد المقاعد بين A و B +2 اللي هو يعني بمعنى آخر عدد المقاعد اللي موجودة بيناتهم، يعني نفترض 1، لكن ما بيكفيني بس أخذ الواحد، بيكفيني أخذ 2، إنه A جالس على 2 مثلا و B جالس على 4، وبالتالي بأخذ 1 + 2 راح يعطيني 3. وبطرح المجموع الكلي لعدد الكراسي -3 بيعطيني عدد المقاعد اللي موجودين على الدايركشن الثاني. يعني هنا عندي اخذت عدد المقاعد 3 وزائد 2، عدد المقاعد بين A و B 2، اسف 1 وزائد 2 هو 3، وعندي عدد المقاعد 8، 8 ناقص 3 5، فالدايركشن الثاني موجود عليه 5 مقاعد، 1 2 3 4 5. طيب فهون راح احكي بالدايركشن الثاني N ماينس C ايش ماله +2،
آسف دايركشن 1 اللي هو الجزء الأول، عدد المقاعد الموجودة بين A و B، زائد 2 اللي هو بيمثل عدد المقاعد اللي جالس عليهم A و B، وبطرح منهم بطرحه من الناتج الكلي لعدد المقاعد. وبهذه الحالة بدي أحكي إذا كان الدايركشن الأول عدد المقاعد في مودل 2 is not equal to 0، أو كان الدايركشن الثاني برضو عدد الطلاب، أو كان الدايركشن الثاني عدد الطلاب اللي موجودين فيه برضو مش even، يعني الدايركشن الأول كان عدد الطلاب فيه عدد الطلاب بين A و B من الدايركشن الأول not even، ونفس الاشي الدايركشن الثاني برضو not even، بهذه الحالة ايش بدي اعمل؟ بدي ازيد على الكاونت بلس بلس، لانه اذا كانوا بس الثنتين even ايش ماله؟ ما بيستطيعوا يغشوا، لكن لو كان احد الاطراف مش even ايش ماله؟ يعني مش عدد زوجي من الطلاب بيستطيعوا انهم يغشوا. طيب بعد ما انتهي من البروسيسنج هذه كاملة ويدخل الام لاينز الريليشنز بتوين الطلاب، بيتبقى علي فقط انه ايش ماله؟ اطبع اللي هم هون. طبعا المطلوب مني في هذه البروبلم زي ما احنا عارفين انه المطلوب مني في هذه البروبلم بس بده يعرف ايش ماله عدد المجموعات اللي من الاصدقاء اللي ممكن تغش. يعني عندي حكى لي الصديق A و B، A 1 و B 4 مثلا، هذه بتمثل مجموعة، يعني اي علاقة فيها صديقين هي بتمثل مجموعة، فهو بيحكي لك بدي اعرف كم عدد المجموعات اللي ممكن تغش بالامتحان. فبهذه الحالة بس بطبع ايش ماله؟ الكاونت. طيب زي ما بحكي لك في البروبلم هاي بدي اساعده لحتى اني اعرف كم عدد المجموعات اللي ايش ماله بدها تغش في هذا الامتحان. طيب وانا هون بكون ساعدته في اني اعرف كم عدد المجموعات اللي ممكن تغش، يعني بين مثلا على سبيل المثال بين لو جيت على الاكزامبل هذا، هاي عندي هون الطلاب، الطالب الرابع في المقعد الأول، الثاني في المقعد الثاني، الأول في المقعد الثالث، والثالث في المقعد الرابع. بين الثاني والرابع هون زيرو، فبعتبره even، ما في بينهم مقاعد، ولكن على الطرف الثاني في مقعدين even، فeven من الطرفين معناته هاي المجموعة ما غشت. بروح على المجموعة اللي بعديها بين الثلاث والاثنين، في عندي even من هذه الجهة، وراح يكون في عندي even من الجهة الثانية، يعني بين اثنين وثلاث في ايش ماله مقعد من كلا الطرفين، فبامكانهم انهم ايش ماله يغشوا، وبالتالي بيصير عندي عدد المجموعات لغاية الان اللي ممكن انها تغش واحد، لان الواحد والاثنين بيناتهم ما في مقاعد بعتبره زيرو ايفن، وراح يكون من التو دايركشن الثانيات اللي هم الثلاث والاربعة عددهم ايفن، وبالتالي ما بيستطيعوا انهم يغشوا، والاوتبوت بيكون بالنهاية واحد. طيب خليني اعمل بس اجرب التست كيسز واعمل ران للكود. طيب راح اجرب الكيسز الأولى طبعا، والناتج عندي أعطاني واحد الأوتبوت زي ما احنا شايفين. خلينا نجرب الكيس الثاني ويفترض انه يعطيني او يطبع ثلاث. طب زي ما احنا شايفين الأوتبوت ثلاث، خليني اعمل بس سبميت للكود. طيب الآن راح أعمل سبميت للكود، بتأكد طبعا من اللغة اللي أنت بتكتب فيها جافا سي بلس بلس مثلا، وبعمل سبميت. طيب زي ما احنا شايفين كان ناتج الكود بي اكسبتد. بتمنى يكون عجبكم شرحي، وبتمنى منكم انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كان معكم محمد امجد من سولفر تو بي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.